عن عمر يناهز ال 62 عاما، اسر نوبة قلبية صامتة في العاصمة دمشق. ولد الفنان الراحل في 31 من شهر يناير لعام 1958، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية. انا كثير سعيد انضمامي وسام جمول بيدعاني لهذا الكوب بمناسبة رمضان. بكم كل عام وانتم بخير، وعيد الفطر السعيد، وبالكم كمان كل عام وانتم بخير. إن شاء الله أيامكم كلها سعادة وخالية من الهموم. محبتي لكم.